عندنا تغطية كبيرة جدا لأن الحدث كبير جدا. هيكون هنا في الاستوديو زميلنا الكابتن تامر صقر، هيكون معاه الكابتن ماهر همام والكابتن عادل عبد الرحمن، هيكون كمان في الملعب استوديوهين، الكابينة الرئيسية اللي فوق وفي أرض الملعب. في الكابينة الرئيسية هيكون الكابتن إسلام الشاطر، وهيكون معاه كابتن شريف عبد المنعم والكابتن ربيع ياسين. أما في أرض الملعب هيكون زميلنا محمد فاروق سعد، وهيكون معاه كابتن وائل رياض شيتوس علشان تغطية هذا الحدث الكبير اللي كلنا بننتظر انه يخرج بالشكل اللائق. طبعا دي زي ما احنا شايفين قدامنا لقطات لبعثة فريق اتلتيكو مدريد بعد ما وصلوا في المطار، وهم في طريقهم دلوقتي متحركين لفندق الإقامة. مباراة بقول لكم ليها أهداف كبيرة جدا، أهداف عظيمة جدا، رسالة سلام موجهة بشكل مميز. كمان عايز أقول لكم هيكون معنا هنا بكرة في فقرة التحكيم يمكن كابتننا الكبير الكابتن جمال الغندور، وده هيكون أول ظهور ليه يعني في الفترة الأخيرة على شاشة قناة النادي الأهلي، وهو متعاقد طبعا مع قناة الـ DMC. الناس اللي ما تأخروش أبدا علينا ولا